بوا اخويا راه لا جداد لا القدام بحال بحال هادشي اللي كيبان لي انا بو لانستون. قالوا لينا غادي يجيبوا شي طوبيسات مزيانين، سمعت انه باقي في المرسى وباقي ما دخلوش، ما عرفناش علاش، حيت اصلا اي نوع ديال الطوبيسات غايجيبو ما يصلحش في السيركولاسيون في كازا. كازا باقي عندنا الطرقان صغار، باقي ما عندناش شي سيركولاسيون مزيانه، يعني الغد كتجي الغد اللي كتلقى الانتيردي في اي طريق، زعما ما نقدرش نقول لك شي حاجه. طبيعه الحال هما احسن من اللي كانوا سابقا. ايوا وليني كنتمنى هاد الحاله ديالهم وهاد الحله الجديده تستمر لاطول مده، لانهم كنشوفوهم شهر شهرين حتى اطول مدى، ان نقولوا عام كيبقاو مزيانين، من بعد كنشوفهم في واحد الحاله مزريه. وهذا الشيء بطبيعه الحال راجع للناس اللي كيستعملوا كيتردوا على الحافلات. حنا خاصنا نساهموا في اننا نحافظوا على الحافله، لان حنا اللي كنستعملوها باكثر، رغم ما غاديش نلوم كاع الفئات، لان كاينه واحد الفئه هي اللي كتخرب اي حاجه لقاتها في الطريقه، وغالبا كتكون من الناس اللي الشباب اللي كيكون غير متمدرس، الشباب اللي ما عندوش واحد الوعي كافي. هو المهم هادشي اللي كنتمنى اننا نحافظوا على شي حاجه، خصوصا اللي كتسمى ديالتنا حنا اللي كنستعملوها تقريبا يوميا. وهو صراحه هاد الطوبيسات الجداد اللي جابوهم طوبيسات مزيانين. اول حاجه غادي يسهلوا على المواطن الضعيف واللي عنده دخل ضعيف واللي عنده دخل متوسط انه يتنقل من دارو للمكان العمل ديالو، ولا يمشي يزور اصدقاء ديالو، ولا غير يدير فسحه في المدينه باش يشوف اماكن زوينين الى اخره. ولكن اون جينيرال كيبقى اقتراح مزيان، رغم ان الطاكسيات كينكشر، ولكن المواطن المغربي كيفضل انه يركب في الطوبيس وما يركبش في الطاكسي. علاش؟ حيت الطوبيس كيكونوا الناس فيه فهمتي، يقدر يتلاقى مع صاحبه في شي بلاكه يهزو الى اخره، كيكونوا الناس كثار، بينما الطاكسي كيكون هذاك الشيء حديد شويه. انا كنقول للمواطن انه اول حاجه الى ركب في الطوبيس يخلص، وثاني حاجه ما يهرس الجاج ديال الطوبيس، وثالث حاجه الى طلع كونترول وقال لي هود حبيا بلا ما يضارب مع الكونترول الى اخره. وثم انه يحافظ على النظافه ديال الطوبيس، ما يلوحش الزبل، ما يلوحش الكواغط، ما يدفلش فيه الى اخره. ثم كذلك انه شويه يكون فهمتي الرجاله بوحدهم والعلاج بوحدهم، باش ما يكونش واحد التزاحم وقله الحياه الى اخره، هذاك الشيء يكون مزيان. لا ما راضينش عليهم لان ما طوبيسات ما والو حتى هما. هاد الطوبيس ولكن النظام ما كاينش، كاين لا نظام لا والو. كيقول لك هاد الطوبيس ولا دير التباعد، اش من تباعد؟ كتلقى لا شارج كاع ما عنده حد. انا ما نركبش فيه، انا نركب في الطاكسي ما نركبش فيه هو. هادي مؤخرا يومين هادي مشيت في الشارع الفيدا بغيت نركب الطوبيس لقيتهم مشارجي كاع، فين غتركب؟ ما عندكش فاش تركب، خديت الطاكسي وجيت في حالاتي. هاد الطوبيسات الجداد كنتمناهم يكونوا حسن من القدام، وكنتمنى يكون النظام، وكنتمنى ما يكونش زبل وما يكون حتى شي حاجه، لحقاش ملي كنطلعوا الطوبيسات القدام ما كنلقاوش بلاصه، وما كنلقاوش بلاصه فين نجلسوا، وكيكون الزحام، وما زعما ما منظميش دوك القدام. وكنتمنى الطوبيسات اللي داروا جداد يكونوا مزيانين ويكونوا حسن من القدام. الطوبيسات دابا باقي ما شفتهمش انا، باقي ما كيدوروش غير هنا في الدار البيضاء، كاع كيدوروا ولكن داخلين الديبوات ديالهم. كيفاش غيمكن لك تعرفهم؟ انت غتركب عليهم باش تعرفهم من؟ ما يمكنش، هذا هو الاشكاليه. ماشي احسن من الاخرى، ولكن هي بعدا غادي على الاقل غادي يكون واحد التحسويه ديال التحسينات على 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 الجماعه، حيت الشركه كتخلص كدير بزاف الحوايج. يكونوا واعيين، هذا هو الهدف كامل، الشباب يكون واعي، يكون مثقف، ما عندوش واحد العقول التخريبيه، عنده عقول اصلاحيه. داك الشيء ديال الاصلاح هذا هو كان، يعني الشباب هو العمود الفقري ديال المجتمع. الطوبيسات الجداد دابا خصهم يحتفظوا عليهم، وهادشي راه زوين بزاف، وخصهم يكونوا فيهم كاميرات وكونترول، وإلا وقع شي حاجة خص بنادم يتحمل المسؤولية، اللي دار شي حاجة يتحمل المسؤولية ديالو يخلص عليها، كل كونترول يكون كل شيء مراقب. والحمد لله غيبقاو الطوبيسات ديما مزيان، المدينة زوينة، خصنا نشوفوها ديما زينة لقدام إن شاء الله. بالنسبة لهذوك الطوبيسات القدام ما كانش مراقبة، ما كاينينش مسؤولين، ما فهمت كيفاش، غير غاديين وصافي. كنتمناو لهاد الطوبيسات الجداد دابا يكون كل شيء هو هذاك وصافي.